والناس ديت جت تعدت علينا بعد الفطار بالظبط عشان احنا نظفنا المكان وحطينا كاميرات، ما بقوش ياخدوا راحتهم زي الاول ولا يبيعوا ولا يشتروا، فبدأوا ان هم يرازوا فينا، يقطعوا النور، يفسدوا الكاميرات، واحنا نصلح ونعمل. ولغاية يوم الواقع دوت جم هنا بعد الفطار بالظبط 4 ملثمين وبالسلاح، وضربوني وانا نازل من البيت، وقعت وخدوا المنطقة كلها ضرب 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 بالبنادق بتاعتهم. وطبعا الناس دي مش أول واقعة ليها، الناس دي ليها وقعات كتيرة لأن هم مسجلين، وهم متاخد من عندهم من هنا برضو بنادق الحكومة واخدها من عندهم، وهم بيروضوا في بيع المخدرات كل بيع بأنواعها. واحنا طبعا بدأوا ان هم يرزوا فينا عشان احنا اللي يعني بننور الشارع، ولو لقينا حد ما بنخليش حد يجي هنا يقف عشان عيالنا راحة جاية، وهم افتروا علينا. يعني هو السبب اعتراضهم او سبب وجود مشاكل ما بينكم انكم قمتوا بتركيب كاميرات مراقبة قدام المدرسة؟ كاميرات ونورنا المكان، وهم بدأوا ان هم كده يعني المكان بقى منور وفيه كاميرات بتسجل، فبدأوا ان هم يرازوا بدون فينا. هي تتخلي عليهم يعني. هم بدأ الخناق يضيق عليهم فبدأوا يعملوا معانا. اخر حاجة الواقعة اللي هي 6 رمضان، وجم ضربوا علينا، ضربوا عليا وضربوا على ابني وكسروا ماسورة الغاز معمول بيها محضر، والله المستعان. أنا مش عايز أكتر من الحق بس. إن شاء الله حاجة هرجع. طب احكي لنا طيب عن الواقع، استعدوا لكم ازاي او والله اتطورت بالظبط؟ قبل الفطار بنص ساعة أو بساعة ليهم ابنهم فتح مطوع على عيل بتاع توك توك تقريبا كان بيبيع له أو كده، ففتح عليه مطوع فخلصوا المشكلة. فجيه قدام المغسلة اللي ابني واخدها وفضل يشتم بقى، المطرية ما جابتش رجالة، المطرية بنت كذا، المطرية بنت كذا. فابني ما كلموش ولا مد ايده عليه، راح يرد على سته قالت له انت هتشتري الشارع، انت مالك انت، وما اديتلوش رد. يعني هو ما حاولش يطور المشكلة وراح راح يرد، هو ما كلمش الولد، هو راح يرد بس على قرايبه. فشوية وقام قايل انا هروح اجيب كبيري، قام واخد بعضه وماشي جايبهم قبل بعد الفطار مباشرة، لقينا العربية جاية من غير نمر وجاي فيها 4 هما ومعاهم حد تاني، وجم ضربوا وعملوا اللي عملوه ده. طب نقول كده احمد كلمنا عن بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللي حصل يوم 6 رمضان، هما جيراننا هنا الناس ديت، بس طبعا يعني في منهم 2 محمد عياد واحمد عياد، دول اصلا مش يعني بيتهم هنا، بس مش مطاردين من هنا عشان عليهم احكام هنا. فطبعا يوم 6 رمضان دوت انا واقف شغال في المغسلة عندي، فببص لقيت ابن محمد دوت معدي، عياد دوت يعني عنده حاجة و20 سنة، معدي بالمكنة ووراه أخوه الصغير. عدوا ما كملوش لحظة ورجعوا يجروا ورا توك توك، وقفوا بعد المغسلة عندي كده على نص المغسلة، فتح مطوة على الواد بتاع التوك توك، قعدوا يشتموا في بعض. يعني مسكوا الواد بتاع التوك توك عيل يعني ايه، ما يعني ما بقاش عارف يرد، وهم فاتحين عليه المطوة وقعد يشتم فيه. فانا واقف جوه المحل ماليش دعوة، ما خرجتش حتى، قلت أو فيه ايه، حالك يعني. ماليش دعوة، انا واقف في اكل عيشي، وكنت كان معايا شغل وواقف شغال شوية. والواد خلص مع بتاع التوك توك، بتاع التوك توك مشي، وهو راجع هيقف قدام المحل عندي وانا واقف جوه المحل، المطرية كذا والمطرية كذا وما جابتش راجل. فقلت له يا ابني انت عالي قليل الادب، انت ليك مزاج تقل لي ادبك، اطلع قدام شوية عند بيتكو هنا واعمل اللي انت عايزه، انما ما تقفش قدامي وتشتم المطرية، انا واحد من المطرية اللي انت بتشتمها دي.
هو انا كلمتك ولقيته ان هو ايه هيبتدي يرد عليا، فهو بالنسبه لي عيل صغير. قلت له يا ابني انا ايه، عشان انا مش هقف انت تقف ترد عليا كده، هشوف مين كبير موجود عندنا هنا عند البيت عندكو ارد عليه. فجيت هنا عند بيتهم لقيت خالة ابوه ولقيت خال ابوه ومرات خال ابوه، يعتبروا كلهم يعني يعتبر دي سته في مقام سته ودي والتاني في مقام جده. وقفت برد عليها يا خالة ام اكرم بعد اذنك، ده بالنسبه لي عيل صغير وانا مش هعمل عقلي بعقله. هو بيتخانق مع واحد بتاع توك توك، بتاع التوك توك مشي، انا ذنبي ايه يجي يقف لي قدام باب محل ويشتم المطريه واللي فيها؟ قالت لي هو كلمك يا احمد؟ قلت لها يا ستي يعني انا برمي بلايا عليكي؟ طيب اعتبريني يا ستي معلش ان انا برمي بلايا، وعشان خاطر ربنا قولي لابويا يبعدوا عني عشان ده عيل صغير ودي مش اول غلطه ليه. انا رادد قبل كده على ابن خال ابوه عشان هو جنبينا هنا في المكان متصل بيه جايبه عشان يشوف بعينيه، وهو الواد برضه بيرازينا فاتح الميه يبوظ لي شغلي، لان هم بيتهم بعد المغسله بتين يعني من فرق ما بيني وما بينهم بتين اتنين، وليهم محل بعديه عاملينه مخزن يعني بيفتح الميه، وفتح الميه في اليوم دوت برضه وفضل سايب الميه اللي هو ايه جر شكل. فانا مش هعمل عقلي بعقلك ولا هقوم ازعقلك حتى، لا انا هشوف مين كبير برضه وهرد عليه. لغايه يوم الواقع ديت انا برد على خالة ابوه وعلى خال ابوه وهم هنا قدام البيت، والناس بشهادة الناس في الشارع والورش اللي قدام البيت هنا وصحاب الورش خرجوا من الورشة، معلش يا احمد خلاص عيل وبتاع. الست اللي برد عليها لقيتها هي اللي بتتصل تجيب ابوه، والواد سابنا وراح جاي انا اروح اجيب كبيري محمد عياد، وراح واخد اخوه راكبين المكنه وماشيين. طب انا كده كده ما غلطتش فيك ولا شتمتك ولا ضربتك، انا جيت رديت والناس كلها واقفه وشايفه، وسبته ورجعت كملت شغلي عادي. ساعه الفطار بعد الفطار على طول اللي هو التوقيت اللي لسه الناس بتبتدي تنزل فيه وفي ناس بتبقى لسه قاعده بتاكل، والدي نزل فتحت قدام البيت وصل لغاية المغسلة بعدينا كده بعد بيتنا هنا شوية، وصل لغاية المغسلة وافتكر ان هو نسي تليفونه فرجع تحت البيت هنا، يا احمد يا احمد ايه يابا نزل لي التليفون، خد يا نزلت ابني الصغير خد يا مالك نزل لي التليفون لجدك. الواد يا دوب نزل تحت، انا قاعد هنا على الكرسي هنا على باب الشقة هنا ولسه بيلموا الاكل وبيلموا الحاجة مكان ما كنا بنفطر، ديب 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 صوت فرقعة مش في دماغنا، احنا لسه 6 رمضان وفي عيال بتضرب صواريخ بتضرب بومب الكلام دوت، فمش في دماغنا ان ده ضرب نار. لغايه اما لقينا ضرب النار بقى يعني الموضوع زاد، يعني في الاول لو هي بندقية اللي كانت بتضرب لا بقوا 4 بيضربوا. طبعا احنا كل دوت اختي جوه في الاوضه بتبص من شباك الاوضه لقيت ابويا غرقان مرمي غرقان في دمه تحت، بقت تصوت. نزلنا نجري، نزلوا ولاد عمتي تحتيه هنا هم اسرع، نزلوا جريوا على بال ما انا نزلت لهم. نزلت لقيت بقى ابويا واقع وولاد عمتي مش عارفين حتى ان هم يشيلوه من ضرب النار، يداروه ضرب النار شغال عليهم برضو وهو واقع في الارض. طبعا خرجت من مدخل البيت ولاد عمتي عمالين يعافروا مع ابويا يشدوه لان هو كان خد بقى البلي كله في وشه، ضرب النار كله في وشه هنا ووقع على وشه، وحتى غيبوبة السكر جات له أثناء ما إيه ما وقع على وشه. فبقى أولاد عمتي جرجروه يشدوه من قدامهم وهم اللي برضه شغالين ضرب. أنا خارج من باب البيت يعني يا دوب خرجت رجلي دي ولقيت الطلقة راحت جاية في رجلي، طلقة دخلت من هنا خرجت من سمانة رجلي بتقرير طبي، والضرب يعني أنا قلت أه دي بوطي كده على رجلي، لقيت الطلق أكن فيه نطرة عليا الرصاص اللي حضرتك شايفه دوت، لقيت في نطره. طبعا جنبي على طول ماسوره الغاز بتاعه البيت، مكان ما انا خدت الطلقه كده انا خدت الطلقه على باب بيتنا تحت يعني ما لحقتش حتى ان انا اوصل لابويا، ماسوره الغاز اتفرتكت من كتر ضرب النار جنبي. بقيت اجري على رجل واحده لغايه اما وصلت لابويا وقعدنا نشد فيه ندخله، لغايه اما ساعدت مع اولاد عمتي يعني ان احنا ندخله جوه. انا طبعا رجليا وجعاني بس مش فاهم ايه اللي فيها. طبعا هنا اولاد عمتي خدوا ابويا في توك توك وجريوا بيه، هم طبعا خرجوا من هنا بالعربيه كده
على المغسلة ضرب نار، وعلى الناس كلها في الشارع عشوائي، لغاية يعني لغاية أما طلعوا هربوا الشارع خالص. هربوا بره المنطقة هنا المربع دوت خالص كده، وهم بيضربوا عشوائي على الأطفال وعلى الكبار، طلق من سادس دور ومن آخر دور في العماير. وبس هو ده اللي حصل بالظبط في نفس في اليوم دوت. طب التقرير الطبي بتاع مستشفى الإصابة، إصابة حضرتك قصة ليه وإصابة والدك؟ طمنا عليكم دلوقتي. انا الحمد لله، انا اصابتي الحمد لله يعني الطلقه دخلت من هنا من قدام هنا، طلع من سمانه رجلي، والحمد لله يعني في تحسن يعني الحمد لله. انما بالنسبه لوالدي، في والدي لسه عاملين له عمليه امبارح لان عنده قطع في الشبكيه في العين اليمين، ولسه فاضل له 2 عمليتين كمان كده يعني. وعلى الله يعني احنا الحمد لله، حضرتك بتطلبوا بإيه دلوقتي؟ احنا بنطالب، انا بطالب بحق ابويا. انا ابويا راجل سواق شغال في شركه دار قطاع قطع خاص، الدواء. وده راس ماله في الحياه، هو عينيه راس ماله في الحياه، هو دي شغلته سواق، فمحتاجه كل حاجه يعني ايه عينيه دوت، دي حاجه من الاساسيات. فانا الحمد لله يعني انا بتمنى بس ان احنا ناخد حقنا بالقانون بما يرضي الله. ان شاء الله قضاء العدل هيرجع لنا حقوقكم، ان شاء الله يعني هيتم توقيع اقصى عقوبه على المتهمين بسبب احداث عاهه مستديمه في وجه الحاج سمير، وان شاء الله يعني ربنا يرجع حقكم. وعايزين برضو يكون في مناشده لوزاره التضامن او لتعويض، لانه يعتبر مصدر رزقه الوحيد هو عينيه، لانه بالنسبه لشغله اللي هو السواقه فانها بتعتمد بشكل كبير على النظر، فبعد الإصابة حدثت عاهة مستديمة في عينه، فأصبح غير قادر على الرؤية بشكل صحيح بسبب الإصابة التي تعرض لها في الواقعة الأخيرة مأساة المطرية. وإن شاء الله طبعا ندعي الحاج سمير وابنه إن ربنا يعجل شفاءهم على خير، وإن ربنا يوقع إن شاء الله، إن طبعا نثق الحكومة في قضائنا العادل إنها توقع أقصى عقوبة على المتهمين بسبب إحداثهم عاهة مستديمة. وكان معكم محمود رفاعي صاحب موقع تلجراف مصر، إلى اللقاء قريبا.